ايه ده؟ ده هبوط، ده منظر هبوط، ده طيار سيطرة يعمل هبوط كده؟ هبوط ايه يا استاذ؟ الطيارة وقعت دمدم دودودم. وقعت دمدم دودودم؟ اه يعني ده مش مطار نيجيريا؟ مطار نيجيريا ايه؟ اه احنا في المطار، حتى هتلاقي السوق الحر على ايدك الشمال ورا الموزة. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ اقول لك ايه؟ هفني 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 ايه يا جدع انت؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايه؟ انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. عز حبيبتي خطيبتي، ايديك عينيك رجليك كل حاجه في مكانها؟ لا مش لاقي فرده الجزمه بتاعتي. ايه يعني اللي حصل؟ ما في حاجات كتير ضاعت، الراجل ده راح له شنطه وانا كاب وانت جزمه. ايه مالك يا جماعه؟ هفني هفني، هنعيش اللحظه. يعني احنا كنا هنموت؟ ايوه كنا هنموت. كنا هنموت؟ ايوه بس ربنا ستر. ايوه بس كنا هنموت. الحمد لله. انا لازم ارفع قضيه على الشركه الزفت دي، ولازم كل واحد فينا ياخد تعويض. والله عندك حق يا بطل. سلام عليكم يا جماعه. ايه ده بقى؟ احنا كده؟ ده احنا اشباح ولا ايه؟ احنا متنا كده؟ احنا كده بقى رحنا في طيس؟ قضيه دي يا امه اللي عايزه ترفعها مش لما نرجع بيوتنا سالمين غانمين؟ ما ينفعش انك تسيب حقك يا استاذ، في قوانين ومواثيق دوليه بتدينا الحق في المطالبه بالتعويض، ما ينفعش انك تتنازل عن حقك خالص كمواطن على فكره. والناس بقى اللي وقعت من الطياره زي صوابع المحشي دي ما جاتش في دماغي؟ رد عليها زي ما بكلمك. يا لهوي على المتعه. ايه ده؟ ايه الزحليقه دي؟ ده جامده قوي، انا اول مره اجربها بس اتبسطت جدا والله. ايه ده؟ بس الراجل بتاع بيت الرعب اللي هنا ايده تقيله قوي الصراحه، بتاع السندبات حنين كده يزغزغك ويضربك. ايه يا عم في ايه ده؟ انتهطل في مخك بقى. ليه يا عم؟ ما انا شاورت لك عند الشلالات. في ايه؟ شاورت ايه؟ انت فاكر نفسك في دريم بارك؟ ده احنا واقعين من طياره. ايه ده؟ يعني احنا عملنا حادثه؟ ده فقط الذاكره. امال الواد ابني قال لي ليه ان الموتوسيكلات والعربيات هم اللي بيعملوا حادثه والطيارات عمرها ما تعمل حادثه. بقول لك ايه يا انسه، معلش في حاجه جوه عليها امارات الصلاح كده قاعده في الطياره عماله خش اقتليها وريحينا. يا عرباوي يا عرباوي، انت فين يا عم عرباوي؟ ايه يا طلبه؟ في ايه يا عم؟ سبتني في السيمولاتور وفلقت مني كده. انا كنت فاكر زيك بس طلعت حادثه. حادثه؟ يعني الشقلطه دي كلها طلعت حادثه؟ والله تخيل المتعه دي كلها طلعت حادثه في الاخر. سبحان الله، والله دي حاجه حلوه قوي. بس مش حاسك انا كده، مش انت عرباوي اللي انا اعرفه؟ مفيش من الخضه بس. لا لا مش انت. والله من الخضه. طب عرباوي لا 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 عرباوي اوبا لا 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 اهو يا عم، ما انا زي الفل اهو. عرباوي ده اللي انا اعرفه. واحده واحده يا تيتا، واحده 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 واحده. انتوا مسندني ليه؟ مسندني؟ ده انا ندوبهم ثلاثة. اوعى يقف. طب تعالي تعالي. اوعى. ما تخافيش. قول لي، هو احنا وصلنا ليبيا؟ ليبيا ايه يا حاجة؟ احنا كنا رايحين نيجيريا. صح، اوعى. طب يا بنتي كذب. طب انا عايز اعرف، احنا وصلنا نيجيريا البلد ولا نيجيريا المحطة؟ نيجيريا المحطة ايه؟ لا احنا في نيجيريا الخيمة. بجد؟ يا حاجة تبطي بقى وما اسمعش صوتك. انت بتزعق لي يا ابن حنفي. حنفي؟ انت تعرفي ماما منين؟ ايه انت على كده تعرفي بابا؟ ابوك مين يا الحاج؟ سوريا. لا معرفوش يا حاجه. الطياره رشقت. ايوه انا سعيد سعيد جدا بجد، اول مره اجرب الرشق. الحمد لله. ما تقلقيش يا حاجه، هنظبطها هنظبطها. انا مش قلقانه، بس قول احنا فين دلوقتي. اقول لها ايه دي بقى؟ اقول لها ايه؟ بص يا حاجه، احنا في جمصه. بجد؟ تنزلي معايا الميه ولا تقعدي هنا على الشط؟ لا اجيب لي سنار. ما تجننيش بقى يا حاجه بقى، حرام عليكي بقى. لو سمحت بقول لحضرتك ايه؟ ها؟ تعالي بسرعه اخلصي. نعم. حضرتك المضيفه؟ ايوه. طب ممكن عصير برتقال؟
عصير يا استاذ اللي احنا فيه ده؟ ايه يا اما في اجيب من اي كشك هنا بفلوسي واجيب 4 فرط كمان؟ ايه يا عم؟ ايه ده 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 انت بتكلمي راجل قدامي؟ اسمعي يا هانم، انت مخطوبه الراجل وكلمته تمشي عليكي زي الساعه. بس زي الساعه، لا بتقدم ولا بتاخر. هفاني هفاني يا حبيبتي. وبعدين لو سمحت هو انت يا جدع انت مبسوط كده ليه؟ بس انا بغير، مين قالك؟ بتغير ايه يا جدع انت؟ انت مش دريان بحجم المصيبه اللي احنا فيها؟ هفني هفني يا جدع. هفني ايه؟ الطيار بيعمل كل ده ايه جوه؟ هو بيحاول يبعت استغاثه، بس تقريبا الجهاز معصلك معاه شويه. جهاز ايه ده؟ جهاز الارسال. ربنا يستر. يا رب يا رب. ايه ده؟ طب افرض بقى الجهاز ما اشتغلش يا حلوين، ده يبقى نهار اسود، يبقى نهار كوبيا، هنفضل طول عمرنا عايشين هنا. لا 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 مفيش الكلام ده، هنفضل عايشين هنا ايه؟ انت ما اتفرجتش على مسلسل لوست؟ هيلاقونا في اخر حلقه. يا جدع انت بتقول ايه يا جدع انت؟ احنا مش فايقين لك يا رب. ايه ده انت بتعمل ايه يا هبال؟ خد فشار. انت بتعمل ايه؟ بشوف شبكه. شبكه ايه وانت؟ ده احنا في غابه، هتلاقي شبكه محمول؟ ده انت كبرك تلاقي الشبكه اللي بيقفشوا بقى النسانيس. ايه هو انت بتكلم مين يا باشمهندس؟ بكلم الشيخ بتاعي. ايه ده؟ هو انت من الجماعه اياهم؟ انا مش منهم بس بحترمهم. والله انا ما عارف ايه الفقر اللي الواحد فيه ده، انا سافرت كتير قوي، وسافرت الصين، يوم ما انوي اسافر افريقيا، الطياره تطلع صيني وتقع؟ دي حاجه هم والله. ايه ده؟ وايه اللي جابك نيجيريا يا باشمهندس؟ انا جيت يا عم اصل انا بتاجر في فوانيس رمضان وشماريخ شعبان والكلاب اللي بتعمل كده. بجد؟ اه والله. لا خطيبتي. ايه خلاص يا عم في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ده تاجر فوانيس حضرتك؟ ايوه. لا نتشارك بقى. ماشي نتشارك. انت بتشتغل في ايه؟ انا رجل اعمال. والله؟ اه. وشغلك بقى في ايه؟ ايه في اعمال بقى اللي هي الدجل والشعوذه والحاجات دي. اه انا الرجل بتاعها. دجال يعني؟ اه. بعمل بقى سعادتك. ايه بقى سعادتك؟ بعمل اللي هي الحجبه. الحجبه دي؟ لا دي بالفتله دي. بعمل بقى اللي هي الحجابة دي واللي هي والخمسة بقى الكفوف والخرزة الزرقاء والصنادل الصغيرة والبسكويت بالملح. لا نتشارك. نتشارك. فرصة سعيدة جدا. انا اسعد حبيبي. طب وايه اللي جابك هنا يا باشمهندس؟ انا يا سيدي فاض عندي في المخزن كده شوية سبح وسجاجيد صلاة، قلت اجي ابيعهم للمسلمين اللي هنا. يعني انت تاجر كوليشن كان يعني؟ بالظبط كده. وانت؟ انا بهايم. قصدك بهيم؟ ايه؟ لا انا جيت نيجيريا هنا عشان سمعت ان البهايم كتير قوي. بسم الله ما شاء الله. نعم. انا اقصد مش انت بتتاجر في الكلاب اللي بتعمل كده؟ اه. انا بتاجر في البهايم اللي بتعمل كده. ده شغلي بقى. بصوا بقى يا جماعه، انا احب اعرفكم بنفسي، مروه الشايب، ناشطه سياسيه ومجتمعيه. الوضع اللي احنا فيه ده بيدفعنا دفع لعمل وقفه احتجاجيه للتاثير على الحكومه في حل مشكله الطيران اللي اصبحت في اسوء حالتها. انا معاكي على فكره. وانا معاكم جدا في الموضوع ده، وبقترح اقتراح، ولما اقولش في كلمه اقتراح لو بتضايق حد يعني، احنا نعمل الوقفه دي قدام بيت الزواحف. زواحف ايه؟ زواحف النينجا. ولو الزواحف هتتضايق نعمل الوقفه دي بقى قدام بيت الاسد، ونقعد نقول له بامك ما تقولش لا، وابوك ما يقولش لا، ونقعد نشلشل ونشتم ونبهدله. يوم يطلع لنا الاسد بقى. لا 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 لا، ما يطلع لناش الاسد، تطلع لنا مرات الاسد. ايه ده؟ تفتكر دي هتطلع؟ لا لا لا، دي سهل التعامل معاها جدا، ما تقلقش حضرتك. ده عسل يا راجل. لا دي. لا 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 لا. ايه ده بتتريق؟ ايه في ايه؟ ما احنا واقعين في غابه، في ايه يا ماما؟ هفن يا اخواني هفن. ايه ده؟ هو التلفزيون ضرب؟ يا حاجه معلش، مش هتعرفي تتفرجي على كاظم النهارده معلش. ايه يا جماعه في ايه؟ هنكمل حفلتنا عادي، قنبله وانفجرت. الحفله تبوظ؟ لا. طيب امال ايه؟ شغل الدي جي يا عبده. رجلك والجهاز، اوعى رجلك والجهاز، رجلك والجهاز. رجلك والجهاز. ها ايه الاخبار يا كابتن؟ ايه الاخبار يا معلم؟ 100 100 شفت الطياره وهي بتقع؟ يا نهار اسوح. يا ريت كان معايا كاميرا فيديو. يا نهار اسوح. بعت رساله يا كابتن. رساله مين؟ رساله مين؟ انا بس عايز ايديكم معايا يا جماعه والنبي. ها هنزق الطياره زقه، اقوم انا جايب الثاني وانتش اول ما انتوا تزقوا. يلا 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 بينا يلا بينا. يلا هوب يلا هوب. بتزقوا في ايه؟ دي اوتوماتيك يا جماعه، ما بتزقش.
وبعدين لو زقيته هنطلع نكمل بيها زق فوق ازاي؟ اي هبل يا عم، مش انت اللي قلته زقه؟ واي حد يقول لك اي حاجه تصدقها يا كابتن. انت كنت معانا على الطياره؟ ايوه. ما شاء الله، عمر ما شفتك. ايه المناظر دي؟ اتفضل الجهاز اهو. ايه ده؟ الجهاز ده شغال؟ اه اتفضل اتفضل يا معلم، جرب جرب اتفضل، قول الو. بس اوعى يكون بيكهرب. لا ما بيكهربش، ما تقلقش. هو انتوا مش الكاميرا الخفيه؟ يعني جايبينك وموقعينك بطياره في الغابه عشان نقول لك رامز جلال يعني؟ لا خلاص ماشي حاضر. يلا قول الو. الو الو الو. قال لك حاجه؟ لا ما قالش، بس هيرد ان شاء الله. قول الو. الو. قول له يا ريت يبعت لنا 10 بيضات وتمن بسطرمه. بيقول لك ابعت 10 بيضات وتمن بسطرمه. وقول للواد مشمش يركن في الموقف. بيقول لك مشمش ايه؟ ايه مشمش دي؟ هات هات، انت مش مصدقنا اصلي. واد يا حماده. نعم. ما دام بتكلمه قول له ما انساش ازازه الدواء بتاعتي. ازازة الدواء؟ حاضر يا حاج حاضر. الو. ها مشمش. ها بقول لك ايه، الطياره عملتها معايا يا معلم. اه ايوه يا معلم. انت فين؟ على الدائري؟ طب شوف لي كهربائي وتعالى. تقريبا وش سلندر. اه احنا في الغابه، بص عند ورق الحائط. ماشي ماشي يلا. سلامه مشمش. سلام. ايه ده انت بتتريق علينا يا عم؟ انت يا عم الجهاز باظ زي الطياره ما بقت نمليه، الجهاز باظ. يا شيخ الجهاز ده اللي فرقع من شويه. هو اللي فرقع. الله، يعني انت بتشتغلنا بقى؟ اه بشتغلكوا. عايز حاجه ولا طب ايه؟ طب يا عم عايز مكانك ولا عايزك كمان؟ معاه مسدس، والمسدس ده طلقه في دماغ اي واحد فيكم. لا انتوا فاكريني ايه؟ انا انا تعليم عالي بس التربيه واطيه. ايه يا عم انت، طيار ولا معلم؟ معلم يا معلم، وعايز تتعلم تعالى اعلمك. احنا هنا كلنا في مركب واحده، وبعدين انا متعلم السواقه وزي الفل اهو، الكتاب معايا اهو، كيف تقود الطياره في 3 ايام. انتوا حظكم الاسود جيتوا ركبتوا معاه بعد يوم. لو صبرت يومين كمان، لو صبرت يومين كمان اتفرج بقى على اللي كنت اعمله معاك. كنت ممكن اوقعكوا في اسبانيا، في ايطاليا، في اي حته يعني. يا عم هو انت اشتغلت طيار اصلا قبل كده؟ انا طول عمري شغال طيار، انا بديها من الصفر. انا شغال طيار من وانا عيل صغير، اشتغلت طيار في ماكدونالدز واشتغلت في بيتزا هات. لفيت يا معلم، هو انا طيار كده بالساهل؟ احنا اسفين سعادتك، اتفضل اقعد، احنا شويه كلاب. احنا بنفضفض معاك بس بكلمتين عادي يعني. اهدى لو سمحت يا استاذ. وبعدين حضرتك اكيد عارف ان حمل السلاح بالنسبه للمدنيين محظور. اه الكلام ده بقى تقوليه هناك في حقوق الانسان حضرتك، لكن انا هنا في وسط غابه وفي وسط وحوش، لازم يبقى معايا سلاح، اي حد هيتكلم الطلقه تبقى في دماغه. انت تعرفي تسوقي؟ لا. انا تسوقي؟ مش تبقي فاهمه يعني يا كابتن. ها ايه اللي حصل بالظبط في الجو؟ اللي حصل يا معلم، انا ماشي لا بيا ولا عليا، وسايق الطياره وسجارتين، والبت دي جابها لي شويه شاي ومية مية، وبسمع ام كلثوم. لقيت لك بقى ايه، سواق طياره تانيه جاي عكسي ابن اللذينه، وقعد يقلب لي العالي. جنني جنني، رحت انا محوك كده كده، الطياره عومت معايا، كنت هطلع على الرصيف ده. الحمد لله ربنا ساتر. لا الحمد لله. وبعدين احمدوا ربنا ما فيش واحد فيكم اتعور ولا حد مات، احمدوا ربنا. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا فين. احنا فين؟ احنا في الغابات، واضح اهو يعني احنا في الغابات. وبعدين انتوا بالنسبه للاكل والشرب ما تقلقوش يعني. غابات يا كابتن، احنا فين؟ ايه اللي احنا فين؟ ما واضح يا ابني، احنا فين ايه؟ هي ايه المنطقة؟ ايه المكان؟ على حسب الأشجار اللي أنا شايفها دي يعني، يبقى احنا في حي الأشجار. ايه ده؟ أنت بعد كل ده جايبنا في أكتوبر؟ وأنت ما تعرفش إن احنا في أكتوبر ولا إيه؟ ده الناس كلها عارفة إن احنا في أكتوبر، أنت عبيط ياد ولا إيه؟ ها المهم بقى بالنسبه للاكل والشرب يعني، هنا زي ما انتم شايفين اهو، ما دام في اشجار يبقى في ميه، وما دام في ميه وفي اشجار يبقى في فواكه. ممكن تلاقي مانجا، وتلاقي كانتالوب، وتلاقي كيوي، وتلاقي اناناس، هتلاقي كل اللي انت عايزه. ايه ده يعني ممكن اعمل فخفخينه؟
ده انت ده طالع رحله. ايوه يا سيدي اعمل فخفخينه براحتك، بس زي ما في اكل وشرب في برضه حيوانات مفترسه، خلي بالكم. الله، انت بتحب الحيوانات المفترسه؟ جاي يمكن ياكلني. انت مش فاهم، ايه الطياره الغريبه دي؟ كرايه يا واد، انت مسود عيشتنا كده ليه؟ ما تقول حاجه عدله زي اللي اسمه ايه ده، ولا خلي عندك بتعمل بتاع ده، ولا اقول حاجه من الحاجات ده. هي مين الانسه؟ وربنا ما عرفها. دي تقريبا الحادثه اثرت عليها يا كابتن. سيبيه، الحادثه اثرت عليها. سيبيه انا عارفه ابن ماتيلدا دايما عامل لي كده، فيها بتاع بطاطا. بتاع بطاطا دي شتيمه يعني ولا ايه؟ استهبط. خش في عيب، خش. واقول لك روح 3 ايام واندهلهم، بس وديني يوم الثلاث لوريلك، بس هم يجوا، الوليه دي مين دي؟ انت لسه هتقعد ترغي؟ سيب لي المفتاح هنا وما تتكلمش. يلا عشان عايز انام. يلا امشي. حاضر اسيبهولك. حاضر يا كابتن. الوضع اللي احنا فيه ايه؟ الوضع ان احنا هنستنى نشوف اي حد بقى يعدي علينا، يشوفونا ان احنا تايهين هنا، ياخدونا يوصلونا، بس نحاول نحمي نفسنا يعني. ايه يعني هنبات هنا؟ نبات هنا. دي غابه، عارف يعني ايه غابه؟ فيها حوالي اكتر من 35 نوع حيوان مفترس. ده نوع منهم، خلي بالكم منه ده. ومش اقل من 200 نوع من الزواحف الضاره. حد شد السيفون تقريبا. اما عن الحشرات اللاذغه ففي مش اقل من 5000 حشره. 5000 حشره؟ انا في حشره دخلت في قفايا. بقوا 4999 الحمد لله. حاول تنقيهم بقى يا معلم. طب في الدب اللي بيلعب بالكور ده؟ والله انت جاي فن فعلا يعني. والله العظيم حرام عليك، وحرام عليك انت، والنفس اللي بتتنفسه ده خساره فيك. بقول لك ايه، انا مسدس معايا، اي حد هيلابط انتوا حرين، كلكم هتلموا عليا ولا ايه؟ ها عايزين حاجه ولا ايه؟ بص يا كابتن، احنا ممكن نلم بعضنا كلنا ونبات جوه في الطياره. اتفضل الكل يخش على الطياره. ده حق من حقوق الستات، الستات هم اللي هيناموا جوه، وانتوا شوفوا لكم اي حته تانيه تناموا فيها. لا ليه؟ هو احنا عشان لبسنا معفن وشكلنا معفن نقوم نبات على الرصيف؟ لا ما تقولش عن نفسك كده يا معلم، انت من حقك انك انت تبات في الطياره زيك زيها بالظبط، ما هم الناس دول بتوع الكلام وخلاص، ما هم اللي خربوا الدنيا يا عم الحاج. لولا اللبط بتاعه وكل شويه عماله بتزن وعامله قلق في الطياره ما كناش وقعنا. انا كنت ماشي ومركز يا سيدي. ده ايه دي يعني؟ هم كده بتوع حقوق الانسان كده. لا لو هي حقوق انسان انا حقوق عين شمسة على فكره. في ايه مالك؟ وبعدين انت ما تتكلمش خالص. انا مخدومي منك ايه؟ ده ايه؟ لو شكلك هاكل لحمك. انت بتقلب لبقر على طول ليه كده؟ لا مخلول، مخلول انك غني. انت كده مخلول؟ انت كده مهبول. لو شكلك هاكلك بسنانك. يا عم تاكل مين بسنانك يا عم؟ لا بقول لك ايه، فتح معايا بقول لك. يلا يا جماعه كل يخش على الطياره، كل يخش على الطياره. يلا اتكلوا على الله. على ركاب الطائره رحله رقم 1313 التوجه الى الطائره. ونبي يا اخوانا حد يجي ياخد الست الكبيره دي يدخلها لنا جوه. يلا 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 طب يلا 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 ثلاثه يلا ده اربع ليات يلا ليات يلا يا سلام يلا تين يلا 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 يلا. بقول لك ايه يا بقلص؟ ايه يا حاج؟ هو في ست كبيره هنا؟ بس اتحرقت يا حاجة الحمد لله. طب والنبي خلي بالك منها، دي زي امك. حاضر يا حاجة ان شاء الله. وبعدين قول لي، هو احنا وصلنا السعودية؟ يا حاجة احنا في جدة دلوقتي، واللهم بلغنا دبي ان شاء الله. طب والنبي وديني القلعه. ما هي لبست يا حاجة والله. وبعدين انا عارفاك بقى، تسيبني في الميكروباص وهو مولع. ما انا كنت بعمل سبعات بالموتوسيكل ساعتها. معلش بقول لك ايه يا امي؟ ايه؟ هو انت بتسفي ايه؟ عايز افهم بس. معلش شوفها بتسفي ايه وبعت لنا. حاضر ماشي يلا معاهم. يلا يا كابتن. لا انا مش هينفع دلوقتي ادخل الطياره، هم عرفوا ان انا معايا مسدس، ممكن يغفلوني في اي وقت وياخدوا المسدس، الله اعلم ممكن يعملوا بيه ايه، عشان كده انتوا هتبقوا معاهم جوه وانا هروح ابيت في اي حته. تبات في حته تانيه فين بس يا كابتن؟ حشره تعضك او اسد يقرصك؟ اسد اللي يقرص ايه؟
انت لسه جاي جديد الدنيا ولا ايه؟ هنعمل ايه من غيرك يعني؟ ما تعملش اي حاجة، انا هشوف اي فرع شجرة، هشوف كهف هدارة، يعني هزبط نفسي انا. اتكلوا انتوا على الله، ها؟ واقفلوا باب الطيارة من جوه كويس، ما تفتحوش لاي حد يخبط. حاضر. اي حد يجي يخبط عليكم قولوا لهم قولوا له بابا مش هنا، ها؟ حاضر. يلا يلا قدامي، يلا قدامي. بتقويلي عضلة البنج البت. ارفضك يا اوعدك ولا ايه تاني مش حاسه. ايه ده؟ ده انت جميله قوي. ايه ده؟ ولا طالبه انت مش تخش تنام ولا ايه؟ لا يا عم مش هدخل انا، انا هتمشى شويه اشوف الدنيا فيها ايه. انت ما بتنامش يا طالبه، انت بتسيف في رمضان ولا ايه؟ يا عم مالكش دعوه بيا، انا هقعد في الهوا شويه. طيب طالما هتقعد بقى يا سيدي انا هسيب لك المدام هنا. مدام؟ اه. هي دي مراتك؟ اه دي مرات. والنبي خلاها في عينيه. نافع ايه؟ بخاف عليها قوي بس هي بتحب تنام بره. ماشي. يلا سلام عليك. سلام سلام يا اخويا. مجنون يا ابن المجانين. طب انت بتضحك على ايه بقى انت راخر في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يا عم بتضحك على ايه؟ اصل انا كنت ماشي في الغابه كنت جعان جدا. لقيت شجره مليانه خيار. كلت خياره مش عارف ايه اللي حصل لي. يعني كل الضحك ده من خيار؟ على كده لو كلت طماطمية هيغمى عليك. هات يا عم هات، ما تقرفناش هات ناكل والله جعانين. ده حاجه هم في مصيبه وانت ماشي عمال تضحك. حاجه زفت والله يا ابن. الطياره وقعت. ايوه ما انا عارف انها وقعت. انت عارف ان الطياره وقعت؟ اه وقعت. على فكره بقى هي ما وقعتش. امال ايه؟ هي بتمون وهنطلع على طول. ده العجل فسه فسه. بقول لك الخيار ده حلو قوي، ما تلف لنا خيارتين. وده يفولك في ايه؟ في ورق عنب؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي اكرم. وانت؟ اسمي صفيناز. زلزال زلزال انزل خيال زلزال. ايه ده؟ حد سمع صوت بره؟
انا بيتهيألي ان في حد. يا جدعان ربنا يستر والله، ما الراجل قال لكم 20 نوع حيوان مفترس على 5000 نوع حشره، يعني هتلاقي اللي شي بيعض وشي بيخض وشي بينط، هتلاقي اي اخ من دول ولا حاجه معدي، ربنا يستر. مفيش حاجه يا جماعه، هاف فاني هاف فاني. هونج شونج، حد معاه شاهين سامسونج؟ بلغت وزعيماتي مام مام زعيماتو تبنيا بابا ديكتي بابا تبنيا يوم فني جميل، سكر حلوة الدنيا السكر، سكر حلوة الدنيا السكر. صباح الخير. صباح الخير يا عنزة، وحشتيني يا حبيبتي، عاملة ايه؟ بص بقى النهاردة عينك تيجي كده ولا كده هحولهم لك. هتيجي على ايه، غزالة ولا قردة؟ ما رشقنا في الصحراء واللي كان كان. يا سلام، نسيت صور هيفا اللي ملزقة في كل حتة في اوضتك. هيفا؟ انا برضو بتاع هيفا يا حبيبتي، وفي اهيف منك. يلا بقى ركزي معايا كده، نروح نجيب فطار عشان الناس الغلابة اللي جوه دي. يلا بقى، خد خد تعالى هنا. ايه انت هتعودوا مع دلع ده من دلوقتي ولا ايه؟ دلع ايه عزة، ده شغلنا. لا طبعا، الناس دول ضايعين زينا زيهم بالظبط، كلنا هنا في موقف واحد، يعني كل واحد لازم يعمل اللي عليه، وكلهم لازم يشتركوا في العيشه اللي اتكتبت علينا هنا دي. يا عزه يا عزه، ده شغلنا احنا، زي قبطان السفينه، اول واحد بينط من السفينه بغبائه. ماشي يا بسام، هاجي معاك، بس بقول عزه ايه. ايوه هنقول عزه قالك، هنقول كلنا ان شاء الله. غريبه قوي البنت دي، انا مش عارف انا خطبتها ليه اصلا، ولا انا عايز اخد وقفه في الموضوع ده. ايه ده يا عم، انت بتزق ليه؟ ايه ده انت، ايه انت اللي مين؟ انا بسام. ايه ده، امال فين الكابتن ماجد؟ لا عضيته السلعوة، انت عبيط؟ عبيط انت بتشتمني؟ طب يا هبال خد خيار. انت عبيط يا عم، انت كنت مش بتضحك من شويه، انت بتضحك البكي بس. يا عم سيبنا، اكرم صاحبي هيروح مني والله. ماله اكرم ده حبيبي. بص يا عم، احنا كنا ماشيين في الحديقه دي امبارح، لقينا ايه بقى، شجره مليانه خيار على عينها، كلنا خيار اتبسطنا وعملنا دماغ، هو بقى الطافس كل قتايه قد كده، جاله اوفر دوس. لا حول ولا قوه الا بالله، ادمن الخيار. اه تبا للمخللات. حبيبي اكرم. طلبه انت فين يا اكرم؟ طلبه انت فين؟ الحقني يا طلبه، مش قادر، الخيار بياكل في جسمي، مش قادر، انا خلاص مش قادر. شوف لي معاك اي خيار يا طلبة. قلت لك الخيار بيزن. اسكت بقى يا اخي، هات لي اي خيار معاك، خلصت الخيار كله. مفيش خيار. شوف لي اي حاجه ان شاء الله، حزمة بقدونس، اي حاجه، مش قادر انا خلاص، قربت اشم بصل. هات ايدك، خد اخر حاجه كنت اتخيلها، الند بايدي لصاحب الخيار، بس اعمل ايه، ما قداميش خيار تاني. مين؟ أنا. يخرب بيتك. إيه ده، في إيه؟ سايبين الطيارة وخارجين برا ليه؟ بوليس ارمي الخيار. الخيار ده بتاع مين؟ لا الخيار ده طلع لوحده هنا يا باشا. طلع لوحده؟ وريني. خد يا باشا. جبتوا الخيار ده منين؟ يا عم إحنا مش معانا خيار. ها؟ مع ايوه جبتوه منين يعني؟ اه احنا لقيناه هنا في الشجره دي. انت اكلت خيار؟ ما تاكلش انت خيار. ليه؟ انت الطيار ما تاكلش خيار.
الطيار ما ياكلش. حلو والله. الطيار ما ياكلش خيار. الطيار ما ياكلش. وانا شايفك حمار. ابتدى يشتغل اهو الخيار. ايوه ما تاكلش بقى من القعر بقى عشان ده تقيل قوي. اللي تحت الحته الاخيره دي. يا عم خش يلا. خش يلا طيار. يلا خش طيار. خش طيار. الطيار ما ياكلش خيار. صباح الخير يا كابتن. ها نمت كويس؟ تمام الحمد لله. نمت نومه جامده جدا. كان في كهف هنا اهو ورا كده اهو. رحت الكهف نمت وغطيت الباب كله قفلت كله بالحجاره عشان الصراصير. الصراصير قلقتني طول الليل. امال انت جاي من هنا ليه يا كابتن؟ لا مفيش. ما انا نزلت من هنا ورحت على هنا وجيت من هنا كده. ايوه كنت بتعمل ايه يعني؟ يعني موضوع كده عملت موضوع كده وجيت على اللي هو ايه يعني؟ انت مصره يعني عملت حاجة يعني عملت حاجة وجيت كده ما بلاش قرف بقى. عملت حاجة وجيت أكل يعني؟ بعد الأكل يعني. سيبك منها. انتوا رايحين فين دلوقتي؟ سيبك منها يا كابتن دي خلاص. انتوا رايحين فين؟ احنا رايحين في قالت لي تعالى هنا ورا الشجرة وزمت عليا. هتروح ورا الشجرة؟ هي اللي قالت. أنا لسه جاي من هناك. يلا روحوا هناك. بس هتروحوا مع بعض ولا إيه؟ أيوه هنروح مع بعض. لا احنا رايحين نجيب أكل مش حاجة تانية. ماشي هاتولي بيض بالبسطرمة. يلا عينيا يا كابتن. يلا ورايا بقى بسرعة بقى. يلا بقى بسرعة بقى. تياتروما ايه ده يا ساتر يا رب. دي أسوأ ليلة قضيتها في حياتي. المعلم بتاع المواشي ده ما بيبطلش تشخيص. ده انا يا دوب نمت كده على الفجر من صوته. يا سلام. من حقه. من حق كل انسان ان هو يعبر عن رايه بالطريقه اللي هو عايزها. ولا مش دي اللي انتوا بتتكلموا فيه طول الوقت ولا ايه؟ من حقه يشخر زي ما هو عايز. انت بتتريق؟ لا ما تعتبريش بتريق، اعتبريني بذاكر يا ستي. يعني انت تبقى عامل المصيبه وما ناخدش منك غير تريقه؟ مصيبه ايه؟ ما الحمد لله الطياره وقعت سليمه وكلكم سلام. عايز ايه؟ ايه ده؟ ده حيوان غريب خلي بالك. ده حيوان عمر ما سمعته قبل كده. ده بيوجه أسئلة. أنا المفروض أرد أقول إيه يعني؟ أيوة تحت أمرك. أهلا وسهلا. إزيك يا معلم؟ إزيك أبو الكباتن عامل إيه؟ نمت كويس؟ الحمد لله نمت نومة زي الفل. بس جيت ساعة الفجر كده ورحت قايم. قمت تصلي الفجر طبعا. لا للاسف معلش الفجر فاتني معلش بقى. معلش وانا مال. بس الانسه دي بسم الله ما شاء الله هي اللي قومتني. هي اللي قومتك؟ عندها جيوب انفيه. مش جيوب انفيه دي بناطيل انفيه. بسم الله ما شاء الله. صوت دولبي ديجيتال نقي جاب اخر الغابه بسم الله ما شاء الله. يعني كان بتشخر؟ بتشخر يليه وي ده كانت خرباها. ايه ده انا ما اسمحلكش على فكره. ما اسمحليش ايه؟ بقول لك ايه سيدي هاتك عندي يا بت. في ايه؟ ده غير بقى الرفس والتشليت والزغاريت والشرفات وكتبنا الكتاب الحمد لله في نادي نقابه المهندسين وجينا على طول. يعني انا بتشخر طول الليل؟ امال بس عامله لي فيها الرقيقه وبتاع. احترم نفسك يا راجل. انت وانا كنت نايمه جنبك وانت بتقولي قدامي جنبي يا بنت انت مجنونه. خلاص 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 يا جماعه. صلي على النبي صلي على النبي. وايه اهدوا اهدوا يا معلم معلش. إيه مش ممكن. طبعا مش ممكن. ايه ده يا مالها في انا مجنونه البنت باين. انا الصراحه كنت عايز هنا اهو كده ورا الشجر. لا انت مش فاهمنا. انا عندي مشاكل. ايوه انا بقول لك هنا اهو ورا الشجر. بس لو وقفت دقيقتين كمان هتقعد تتدلع لغايه ما تزروت الدنيا. بقول لك ورا الشجر. مش حاضر. يوه حاجه غريبه جدا. انتوا عمالين تلففوني من الصبح. يلا تقعدوني. تعال تعال يا حاج. لا انا مش شايفه. ما تترجعي في اي حته يا وليه. واحنا في السيما. طولة لسانك وقلة أدبك دي اللي هتوديك في داهية. بقول لك هو أنت قربت القذافي؟ أنت بتقولي أي كلام من الصبح ليه؟ يد ده أنت هتحجوا عنهم والله. تعالى يا سعيد أقول لك. إيه ده؟ إيه ده بتقولي أنا سعيد؟ وأنا أسعد. أنا مش فاهمة. مش أنتوا خلفة عنايات؟ إزاي مش عارفين بعض؟ عنايات مين يا حاجة؟ طب أنتوا دلوقتي أنتوا مش في المدرسة ليه؟ مدرسة؟ إحنا أصلا في المدرسة. أصلا. يلا
قطتي صغيرة واسمها نميرة. الواحد واقف مظبوط والاثنين بتبص عليه والثلاثة ثلاث سنات والأربعة اثنين واثنين. هات القرش. خد انت قرش وهو قرش بس ما تشربوش سجاير وما تلعبوش في الشارع. خلاص هات السندوتشات. طيب اعمل لك سندوتشات جبنة بالخيار. على فكرة الولية دي مش عاملة دماغ خيار. لا ما عاملة دماغ ايه دي؟ دي دماغ لفت عليه وعلى دماغها. يا جماعة يا جماعة. ايه ايه يا انا لقيت السهم ده. ايه ده السهم؟ وريني. الله ده حلو. لقيته فين؟ لقيته في الشجرة اللي هنا. في الشجرة دي؟ ايوة. يبقى دي شجرة سهام. لا دي شجرة سعاد. ايه ده؟ هنقضيها هزار ولا ايه؟ بقول لكم السهم لقيته مرشوق في الشجر. عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني السهم ده كان مرشوق في الشجره. ايوه ما احنا فهمنا يعني. مش فاهمين؟ لا السهم ده. يا كابتن الحان يا كابتن. الحاني. في ناس افاركم يجروا ورانا. يجروا وراكم؟ ايه ده؟ ايوه الحاني. ايه ده هو؟ ايوه هو. استنى كده تفتكر كده هعرف اتجوز. ده ملوش علاقة بالجواز يا ابني. ما تقلقش. طيب. تقلقش ما تقلقش. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. في حتة جوه لسه. دور عليها انت بقى. ايدك خفيفة قوي يا دكتور. يا رب يخليك. طب تفتكر كده انا هتعود على السهم ده؟ ان شاء الله هتبقى مضمن ما تقلقش. ايوه يعني هقدر ابطل. وسع يا جدع. وسع. يا رب تقع يا معلم. يا رب. في ايه؟ في ايه؟ اهدى 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 بس. في ايه؟ جماعة أفارقة. ايوه. طب بص اتكلم انت وانا هجنى. يلا. ماشي. جماعة أفارقة جم جري عليا. وجهوا ناحيتي سهام وكانوا ماسكين سكاكين ودخلوا عليا دخل الدبيع. دخل الدبيعة؟ وانت عرفت ازاي؟ ما انا جزار. في ايه؟ جزار ولا دبيحة؟ لا أنا جزار يا أبو الكبات. طب يلا يا جماعة كل يخش على الطيارة. واضح إن الأفارقة رصدوا مكاننا. يلا كل يخش على الطيارة بسرعة بسرعة. تعالوا من هنا تعالوا من هنا تعالوا من هنا من هنا. اقفوا في النص اقفوا في النص. يعني هيكونوا عايزين ايه؟ عايزين يقتلونا وياكلونا طبعا. محدش يبين اي عنف عشان ما يتعاملوش معانا بعنف اكتر. ايوه ايوه مش دول بتوع افريقيا البدائيه؟ امال يعني افريقيا الاعداديه؟ الخيار شغال. ايوه دول اكلي لحوم البشر. ايه ده؟ اكلي لحوم البشر؟ وانت قلقان ليه؟ اكلي لحوم البشر مش اكلي لحوم البقر. ما تقلقش. تعطي تاتي تاتي يعني عضو. تاتي تاتي تاتي. لا دي بطاطي. انت عايز ايه؟ بطاطي يا يا انت هوتو اكس شوكولا. العب الراجل ده بقى صاحب شجرة الخيار. كالبوزة لازلم. لا عرباوي احمد يا معلم. هونجا هونجا. ايه هونجا هونجا هونجا؟ سيفك انا عربيتي ضايع. عامل لك ايه؟ هما بيقولوا ايه يا كابتن؟ نعم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه يعني؟ بينقوا الدبيحه اللي هياكلوها. يعني ايه؟ انت كابتن ومعاك مسدس اقتلهم. اقتلهم ليه؟ فين حقوق الانسان؟ اقتل ناس ابريه ليه؟ دول هياكلونا. من حقهم من حقهم ياكلونا. هم لقوا اكل تاني وما كلوش. بلغاتي زعيماتي. ايه ده؟ بلغتني زعيماتي. بلغتني زعيماتي احتراماتي قبولاتي. بلغتني زعيماتي. ابدا. مش فاهم. اساسي اساسي كاكا. لا كاكا اساسي كاكا. يلا انا مش مزنوق. طب اعمل ايه؟ اساسي كاكا. اساسي كاكا عاديه يعني. هونجا كابونجا هونجا كابونجا كابونجا هونجا.
وبحرف النون الولد ده. طيب وحنون العسل ده. الولد ده العسل ده. لا 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 بونجا كابونجا. ده الزعيم بتاعهم عنده تسلخات. يلا هونجا كابونجا. هاتوا الجحش ده. هنهوتوا نهوت عليك مايونيز ونهوت عليك كاتشب ونهوت عليه الحاجات دي. اوه عجين شيكي دودو. لا فرن. مقلونج ولا مشوونج؟ مشوونج. تطلب حاجة تاني مع الأوردرونج؟ شكرا نونج. لا ما اسمحلكش لحد هنا ونوقف فن. قالاتي. لا يعني قالاتي اعملوها حواوشي. اندومي. لا دي مهلبيه ومستويه. مهلبيه ومستويه كلت دماغي. مش عارفة لاغي غير ايام طالب رضاها معاك معاها. والنبي ياما وبحرف النون الولد ده. طيب وهنون العسل ده. يلا يا ديه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا طلبة مش دول بلاك تيمة؟ والنبي يا حبيبي احتفالات اكتوبر دي هتخلص امتى؟ اقعدي والنبي ياما اقعدي ياما اقعدي بدل ما اجي انا اقتلك اقعدي. ما تقولي يا حبيبي في حد هنا بيرسم حنه؟ اخرسي يا حجون. حجون؟ لا ده انا الام المثاليه. اوه فيفي عبدون. امشي يا امشي. ايه دي عجوزه. انا كنت عجوز ورجعت شباب. سنجل لابس سنجل لابس من غيره بقى وبحرف النون الولد ده. طيب وهنون العسل ده. الولد ده. امشي ياض كله يلعب تحت بلكونته هنرش. يلا. ايوه الله ينور عليك يا حاجه الوحيده اللي عرفت تقف لهم. شايفين هو حد فيكم يذبح واحد ولا واحده؟ ايوه اديهم الكتاكيت دي انا مربيها على الغالي. قولوا لي اقول لكم الشمرت فين والبدره فين. الله يحرقك يا حاجه. وانا فين؟ تعالى يا حاجه تعالى انت في الجنه. في الجنه طلبتها ونلتها يا رب عقبال ما حج. انت رحت الجنه خلاص. اسمعوا هاترو كادارون كمالا كلابك هجرك يا باشي شلت ما كبرت قتيلة كمالا كسيكا ناموني كابتولوكيا اتقل تاخد حاجة نظيفة. ايوه انا عايز اعرف ايه اللي جاي بقى حضرتك. اللي جاي ان شاء الله هم اختاروا الدبيحة يذبحوها وجايب لها الدرع يحطوها فيها اللي هو المعلم ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ناكل جميعا يعني. دبيحة ايه؟ ايه؟ انا فين؟ ايه ده انا فين؟ انتوا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت رايح افغانستان. ما هي هي كنت هتروح افغانستان يلبسوك حزام الاسد تفجر نفسك ادي جيت هنا هو هيلبسوك سيخ وتشوي نفسك عادي يعني. اسود ومنايل بنيله. سيخ طاووك. سيخ طاووك صح. مش انا واحده سيبونا انا في إيه؟ انت في ايه فصلت ولا ايه مان؟ تقريبا. طب خد كل دي. انت بتحب افغانستان؟ انا مش بحبها بس بحترمها. خد بقى دي الموزه دي عشان تعلي. ايوه حاضر ماشي يلا. هو في ايه بالظبط؟ هو احنا فراخ؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اهدي
ويا رب يكونوا بيحبوا الفراخ اللي هو انتوا وما يكونوش بيحبوا الديوك باذن الله يا رب باذن الله. خدي 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 تعالي هنا تعالي هنا تعالي. انت قلت اسمك ايه؟ مروه الشايب. مروه الشايب؟ ده انا اكرم الكومي. احنا بقى نبقى اصحاب ومحدش يفرق ما بيننا. اه ونتجوز ونخلف صبيان ودمات. بتعمل ايه؟ بصنطكوا.